روليان حسن، خريجة كلية الهندسة الميكانيكية قسم هندسة الطاقة في جامعة حلب. الفكرة طالما أنا قسمي هندسة الطاقة فأنا كل فكري كان على الطاقات البديلة، طاقات متجددة. فلفت انتباهي الطاقات الشمسية أنه كأول شيء هي طاقة صديقة للبيئة، ونتيجة نقص الوقود الأحفوري فكل العالم عم تتجه للطاقات البديلة اللي هو طاقات شمسية، وكون أنه شيء بخص دراستي فحبيت أنه أعمل شيء أنه بيكون قريبة من دراستي أكثر. مدة تنفيذ المشروع هو كان الفصل السنة الدراسية اللي كنت عم بدرسها السنة الخامسة، هو لأنه مشروع تخرج. أول شيء مشروعي مثل ما ذكرنا أنه صديقة للبيئة، ثانياً تكلفتها هي بس التكلفة التأسيسية. أما الطاقة التقليدية أول شيء في عنا التكلفة، تكلفة الصيانة، التكلفة اليومية مثلاً الوقود اللي عم نستخدمه. فالطاقات البديلة هي بس التكلفة التأسيسية لها. فنحن ظل الظروف الحالية كل العالم عم تتجه للطاقات البديلة، أول شيء لرخص ثمنها، ثانياً أنه لقليلة التلوث، أنه مثل ما قلنا صديقة للبيئة. لأنه كتير حبوها، أن أول شيء فكرة بسيطة، يعني أنه كل شرائح المجتمع كانوا أنه سهلة عليهم يتقبلوا الفكرة ويفهموا الفكرة أنه شو هي بالضبط. حالياً يعني نوعاً ما أنه اتفقنا، بس في شغلة يعني معينة في حال إذا تم تنفيذه إن شاء الله رح يتم تبني هذا المشروع. أول شيء أنا بحاجة لدعم أنه لحتى أعمل تجارب أكثر وأثبت أكثر أنه الفكرة اللي اشتغلت عليه. ثانياً بدي الوقت الكافي، بصراحة كان عندي الوقت ضيق نوعاً ما، فأنا بحاجة لوقت وبحاجة لدعم أنه يأمنوا لي الأجهزة اللازمة لحتى أعمل تجارب أكثر وأبين أكثر أنه شغلي أنه على قيد التنفيذ، أنه فيني أنفذه يوماً. أنا كتير راضية من حالي كونه أنه أنا خريجة، أنه هو مشروع تخرج أنا بهذا العمر وقدرت أعمل شيء. أنا كتير راضية عن حالي، ومن جهة الدعم أكيد الواحد في مرحلة معينة بيحس بإحباط، بس دعم الأهل والأحبة أكيد بتكون يعني بتسند الواحد وبتقويه وبتخليه أنه يرجع يوقف على حاله ويكمل طريقه. وأما بالنسبة للدعم، بصراحة أنا بحاجة لدعم من المراكز اللي بتخصهم بتهمهم هذا الأمر، أنه يوقفوا جنبي يدعموني أنه حتى أعمل تجارب أكثر مثل ما حكينا، وأدعم ويعني أطور فكرتي أكثر.